محافظ صلاح الدين يفتتح مدرستين في الشرقات ويطلع على المرحلة الأولى من مشروع الكورنيش بعد ساعات على تدشين بناية كهرباء بيجي ضمن استراتيجية جديدة للبناء. دائرة الجنسية في صلاح الدين تمدد ساعات العمل إلى 7 مساء، ومواطنون يطالبون برعاية خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة. استمرار الملاحقات الأمنية والقضائية لأخطر شبكة لنهب 75 مليون لتر من حقل الزبير النفطي بتواطؤ مسؤولين وضباط كبار. الديمقراطي الكردستاني يجدد الثقة للرئيس مسعود بارزاني، والهجرة تطلق منحة العودة 6,000 أسرة نازحة.